السلام عليكم. تحسب الافتتاح الخط نتاع السكك الحديديه اللي يربط مدينه بوكزول بمدينه الاواط على امتداد 290 كيلومتر، ومرورا بمدينه الجلفه. اذن هذا الخط اللي في المستقبل سوف يكون جزء من الخط الشمالي الجنوبي ليصل الى تمن راست بعد ما يمر من غردايا وعين صالح الى تمن راست. اذن هذا الخط يتم حاليا تهيئه المحطات نتاع الجلفه ونتاع الاواط لافتتاح اذن نتاع الخط هذا الجزء اللي يربط كما قلنا مدينه بوكزول بمدينه المستقبليه تاع بوكزول ب مدينة الأهواط مرورا بالجلفة. إذن في هذا الإطار يتم حاليا تهيئة وضع الرتوشات الأخيرة لمحطة الجلفة التي نشاهدها اليوم، وإن شاء الله في فيديو آخر سوف نتكلم عن محطة الأهواط اللي انتهت بهما الأشغال وبقات غير بعض الرتوشات الأخيرة. أترككم في حياة الله وحفظه، والسلام عليكم.